عايز توصل لإيه بالظبط؟ عايز أقول يا باشا يعني إن نسبة العشرة في المية دي شوية، إحنا عايزين 20%. بلاش طمع يا حربي، واعرف أنت بتكلم مين. يا عدلي بيه ما اسموش طمع، اسمه عشم يا باشا، عشم. وبعدين لما مؤاخذة إحنا كلامنا مع الباشا الكبير، خليك أنت بقى محضر خير ونقطنا بسكاتك وحتى أبوك. يا باشا إحنا هيبقى في شغل كبير قوي بينا، وإحنا نستاهل عليه أكتر من كده بكتير. أنت من شوية سألتني يا حربي رشوان راح فين؟ أيوة يا باشا. أنا هقول لك رشوان راح فين. خلاص بقيتوا من رجالتي ولازم تعرفوا كل حاجة. شايفين الشجر اللي حواليكوا ده؟ الشجر ده من نوع نادر وغريب، ومحتاج سماد عضوي نادر زيه عشان يعيش ويكبر. رشوان وحنفي بقى اندفنوا بالحياة تحتي عشان يبقوا سماد طبيعي ليه. الحكاية دي أثرت فيا أوي أوي. كنت حزين يا حربي، كنت حزين يا زين، بس أعمل إيه؟ هي دي أصول لعبتنا، ومحدش يزعل من الأصول، مش كده ولا إيه؟ مظبوط يا باشا، أنت يبقى ابن 60 كلب يا باشا اللي يزعل من الأصول. أنا طول عمري كلمتي واحدة، ومتعود إن كلمتي تبقى سيف على رقبة الكل. وانا من شويه عرضت عليكوا عرض وانتوا رفضتوه. احنا ما مين اللي رفض؟ احنا حد رفض حاجه يا باشا؟ ده احنا بنتناقش بس يا باشا، وبتهالي ده حقنا يعني، واللي تشوفه سعادتك في الاخر. اسكت يا زين، ما تقاطعنيش مره تانيه. حاضر يا باشا. انا هديكوا 15%، وهشوف شغلكوا الاول. لو شغلكوا عجبني فعلا وطلعتوا عند حسن ظني بيكوا، ساعتها هتشوفوا بنفسكم. أنا مش هستخسر فيكم أي حاجة، لكن لو طلع كلامكم مجرد كلام في الهوى، أو حاولتوا تلعبوا بديلكم من ورايا، ساعتها هيكون مصيركم ألعن من مصير رشوان، وهي دي أصول اللعبة. موافقين ولا مش موافقين؟ موافقين يا باشا، موافقين قوي، وهنلعب يا باشا وبالأصول. خلاص يبقى اتفقنا. عدلي جهز العقود، واتفق مع حربي وزين يجوا لك المكتب تمضيهم العقود، وبعد كده تسلمهم المسابق. تعدي عليا بالليل عشان تطمنا على اللي حصل. امرك يا باشا. بعد ما تستلموا المسابق بقى عايزكوا تبقوا جاهزين لاي عمليه جديده. على فكره يا اولاد، انا متفائل بشغلي معاكم، متفائل قوي، وعندي ثقة فيكو ملهاش حدود. وإن شاء الله يا باشا هنكون قد الثقة دي. إن شاء الله نتقابل قريب عشان نشوف الشغل ماشي إزاي. أشوف وشكوا بخير. يلا مع السلامة. سلام يا باشا. سلامت لا سعادتك. حربي أمر يا باشا. ما تنساش تاخدوا الشنطة بتاعتكم من تحت الترابيزة. ماشي بالإذن. انت ما قلتليش انك تعرف الباشا الكبير. دي حكايه طويله احكي لك عليها بعدين. يلا. اظن انتوا ارتحتوا على الاخر بعد مقابله الباشا ليكم اكتر ما كنتوا تتخيلوا. ودي حاجه تضايقك في حاجه عدلي بيه؟ وانا اتضايق ليه؟ ابدا، حسيت بس سعادتك يعني متحمس قوي ان عزام هو اللي يمسك المسابق. انا ما يفرقش معايا مين اللي يمسك المسابق، اللي يفرق معايا مصلحتي، مصلحتي بس. اللي اقول لعدلي بيه صحيح، هو فعلا رشوان وحنفي اتدفنوا في جنينه الباشا؟ ما تشغلش دماغك بالحاجات دي، خلينا في المهم. أنا بكرة الصبح هحضر الورق والعقود، تعدوا عليا في المكتب انتوا الاتنين تمضوها. ماشي يا باشا، نعدي ونفوت ونمضي ونعمل كل اللي الباشا قال لنا عليه. المهم يا باشا، احنا هنستلم المسابق امتى؟ مجرد ما تمضي العقود
تبقى جاهز الاوراق وتستلم المسابك على طول. الله عليك يا احسن عدل بيه فيك يا مصر. تحب اوصلكم مكان يا بهوات؟ يا باشا حطينا مطرح ما خدتنا قدام مكتبك يبقى زي الفل قوي. ماشي يا بهوات. بهوات؟ انت خلاص من هنا ورايح بقيت بهوات. واضح انه حضرتك معجب بيهم قوي جدا يا رشا. معجب بيهم جدا، وبالذات الواد اللي اسمه حربي ده. اول ما شفته لفت نظري. ايوه بس خلي بال حضرتك، الولاد دي لمتر وطماعين وباين عليهم ان دماغهم ناشفه قوي، ومش سهلين وبيحرصوا وعاملين حساب لكل الظروف. الولاد دي عاجبني قوي، عشان كده دول عاملين زي ما يكونوا اول ما بينزلوا الملعب عارفين طريق الجون فين وعارفين ازاي يجيبوه. وانا طول عمري يا روشا احب الجون الملعوب. افهم من كده انه حضرتك خلاص نويت تنزلهم اساسي؟ فراوده فراوده يا رشا، الولدين دول هيبقوا فراوده. ولو ان في حاجه في الموضوع ده قلقاني مش مريحاني كده. خير يا باشا؟ العيال دي موهوبين بالفطرة، وده شيء واضح ومفهوم وعادي، بس هيئتهم وثقافتهم ما توحيش ان هم اللي خططوا ودبروا وبالشكل العبقري اللي اتنفذت بيه العملية. قصدك ايه يا باشا؟ مش فاهم. الولاد دول كانوا دايما بيهددوا ان في حد بظهرهم، في حد وراهم، الحد ده احنا ما نعرفوش. مش بعيد يكون الحد ده هو اللي بيخطط وبيرتب. لو توقعي ده صح يبقى مهم جدا بالنسبه لي اعرف مين الحد ده. معنى كلامك ده يا حربي ان الباشا الكبير وافق على كل طلباتك؟ وافق، وبكره نروح لعدل نمضي العقود. هتروحوا له على الساعة كام كده؟ يعني على الظهر كده. حلو. بعد ما تخلصوا معاه تقولي لي ايه اللي حصل. بإذن الله يا أحسن محامي فيك يا مصر. بس أنا بصراحة مش مصدق إن الباشا وافق بالسهولة دي، خصوصا بعد الكلمتين اللي مالهمش لازمة اللي قالهم عدلي. كان عايز يطير المصلحة مننا ويديها لعزام. لا بس الباشا ما سمعلوش ونفذ اللي في دماغه على طول. والله من كلامكم على الباشا الكبير ده ابتديت اعجب بيه. تعجب بمين يا متر؟ ده راجل خطر قوي، ده بلوه مسيحه. ده دفن رشوان وحنفي بالحياه في المزرعه وغلطه واحده بس عملها. ما بالك بقى لو غضب علينا وحارب هيعمل فينا ايه؟ هيشفطنا مع الارض شفط. رشوان دفع ثمن تهوره وغباوته. ما تهيأليش في حد منكم غبي او متهور. لا 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 ابو صلاح، برضه الامر ما يسلمش ولا حاجه. الراجل ده يبقى فيه بيننا وبينه بيزنس، وانت برضه سيد اللي عارفين الخلافات ورده وحاجه كده ولا بتاع حب نروح في ثانيه. دي عندك حق حلو، خلافات ورده، بس المهم كل الخلافات تظهر نعالجها بالراحه وبهدوء وبعقل ومن غير تهور. وبعدين الراجل بالشكل اللي بتحكوا عنه ده يا رجاله، كل اللي يهمه في الحياه مصلحته ومكسبه بس. وطول ما هو حاسس ان شغلكم معاه هيكسبه عمره ما هيغضب منكم ابدا. بس انا برضو مش مطمن يا متر، اصل انت كان لازم تبقى معانا عشان تشوف الراجل ده عايش ازاي وتحس بيا. ده عنده حراس وسلاح، والله اعلم عنده ايه تاني. انا حاسس فيك يا زين ومقدر اللي انت فيه، لكن برضو بطمنك ان الراجل الكبير طول ما هو شايف ان شغلكم معاه هيكسبه ويفيده عمره ما هيفكر يأذيكم ابدا، على الأقل في المستقبل القريب. طب وبالنسبة بقى للمستقبل البعيد اللي احنا يعني نفضل تحت رحمته طول العمر؟ وانا صحيح عايز الكيكة تطلع معايا في العالي، بس من غير ما حد يتحكم فيا، والا العالي لما اخذه ما يبقاش ليه طعم. في حاجة لازم تفهموها كويس، ان احنا واحنا بنطلع لفوق لازم نطلع سلمة سلمة. مسألة بدأت بقبضايا لعبتوه
خلصتوا منه ومسكتوا المستودع وبقيتوا كوماندات المنطقة. وبعدين دخلنا على رشوار لعجناه وغلط ووقعه وخلصنا منه هو كمان ومسكتوا المسابق بتاعته. هنقابل كتير في طريقنا بس لازم نطلع سلمة سلمة. حلو حلو قوي 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 الكلام ده، كلنا عارفينه وفاهمينه ومرتبينه مع بعض. لكن بيتهيألي يعني لحد الباشا الكبير بقى يعني ونقف للخلف ضر ولا ايه؟ اه انت كده تعجبني، ما انا من الصبح عمال اقول الكلام ده. لاننا هنبقى عاملين زي لما اخذ فريق مركز شباب عين الصينة وهو بيلعب النادي الاهلي ولا برشلونه ولا حد من الفرق الكبيره الاجنبيه دي، الماتش نتيجته هتبقى معروفه من قبل ما يبدا. مساله مش بتتحسب كده يا حبيبي، احنا واحنا بنطلع لفوق بندوس على ناس احنا كمان بنكبر، لحد ما نوصل للباشا الكبير هنكون احنا كمان بقينا كبار، ساعتها مش هيبقى صعب نقف قدامه ونلعب. بس المسألة دي لسه بدري عليها قوي، لسه قدامنا ماتشات كتير عشان نوصل للفاينل. بس خلينا دلوقتي في الماتش اللي احنا فيه نركز، هنجيب فيه كام جون وبعد ما نخلص منه نشوف اللي بعده. وزي ما قلت لكم سلمة بتوصل لسلمة، وانا بتأكد ان احنا ان شاء الله هنوصل للنهائي ونبقى جاهزين له وهناخد الكاس. حق لو ده حصل يا ابو صلاح. هيحصل يا حربي هيحصل. بس انت برضو ما قلتش قابلت الباشا الكبير ده فين قبل كده؟ فاكر اليوم اللي اماني عدت عليا فيه ومشينا في تاكسي؟ اه لما انشرح كانت مقيره منك. ايوه انا بقى قابلته في اليوم ده. نعيم السيوفي؟ اه قابلته فين يعني؟ ما اتضح بقى ان هو صاحب الجورنال اللي بتشتغل فيه اماني، وكان عايز يقابلني عشان الموضوع اللي بتعمله عني وعن الحته وكده. لا 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 استنى هنا وعلى مهلك قوي. انت عايز تقول لي ان الباشا الكبير هو صاحب الجورنال اللي بيشتغل فيه اماني؟ ايوه نعيم بيه السيوفي رئيس مجلس اداره جورنال حق الناس، راجل الوطني نصير الغلابه وكل الكنافه دي، طلع هو الراس الكبيره التعبان اللي ورا المصايب اللي في الدنيا دي كلها. طب واماني تعرف ان هو ده الراجل الكبير؟ لا طبعا اكيد ما تعرفش. وايه اللي خلاها طبعا ما تعرفش؟ اصلك ما سمعتهاش وهي بتتكلم عنه. نعيم بيه ده بالنسبه لها المثل الاعلى، راجل وطني اللي بيحب الفقراء وعايز يحسن حاله. بالمخدرات بالهيروين ده بينايمهم في العسل. لا اكيد ما تعرفش يا زين يعني. يا خوفي يا عم حربي لا تطلع عارفه كل حاجه ويبقى هو اللي زايقها عليك تلم معلومات وتوصلك لحد عنده. يا عم انت بتخرب بتقول ايه؟ اماني دي بنت ناس وجدعه ومحترمه، وبعدين ده اخوها ظابط. اخوها ظابط يعني ايه؟ اخوها ظابط وبتشتغل على انتاج المخدرات يا حلو. قصدك ايه يعني؟ قصدي ان انت طبيت يا صاحبي وده مش عيب. اهم حاجه انك ما تخليش الحب يعمى عينك لا تغلطنا كلنا وتودينا ورا الشمس. طب اتسد بقى على المسا ويلا بينا عشان ننام. انا ناقصك انت راخر.